هننتقل لكرة اليد، ولكن كرة اليد سيدات امبارح كان في مباراة صعبة جدا، كان النادي الأهلي بيلعب نادي الشمس على ملعبنا صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. والمباراة الحقيقة دي زي ما انتم شايفين كان الاستعداد، لأن مباراة قوية وكانت هي على تعتبر على صدارة الدوري السوبر الأربع فرق اللي فوق، فكان أول لقاء لينا مع الشمس كان مهم جدا نكسب. الماتش امبارح خلص الشوط الأول تعادل 11-11، طبعا ماتش قوي زي ما بقول لحضراتكم، نادي الشمس فريق محترم، نادي الأهلي فريق قوي أيضا. انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي 24-23 بشق الأنفس، كانت مباراة صعبة وكلوز جيم، بس ده يثبت إن لاعبتنا أو لاعباتنا على قدر كبير من المسؤولية وعندهم خبرات يستطيعوا بها يحسموا المباريات الكبيرة في النهاية. كاميرا الأبطال كانت موجودة في قلب الماتش، سجلنا التقييد ده مع الفرقة والجهاز الفني، اتفرج عليه وارجع لحضراتكم تاني. الحمد لله ان احنا الماتش عدى بالثلاث نقط بتوعنا، وده كان اهم حاجة بالنسبة لنا. احنا مضغوطين الفترة دي، ماتشات كتير قوية وصعبة ومقابلات مهمة جدا وفي وقت قليل قوي، فاحنا مفيش وقت للإصابات، مفيش وقت للتبديلات، يعني هو نفس السكواد اللي بيلعب هو اللي مستمر معانا، فاحنا بنحاول نحافظ بقدر الإمكان ناخد الثلاث نقط وفي نفس الوقت نحافظ على اللعيبة بقدر الإمكان ونعمل روتيشن بينهم. فاحنا عندنا الكاس يوم الثلاث والأربع الجايين، وده طبعا مهم جدا، بطولة، فالحمد لله احنا قدرنا نخرج بالثلاث نقط بتوع الدوري زي ما احنا مخططين ليهم، والكاس ان شاء الله بنستعد ليه بقى باذن الله. هو طبعا الفرقه بتعلى واحده واحده مع الماتشات، فاحنا يعني كل شويه بنتكلم اكتر عن الاخطاء، اللعيبه بتبتدي تشرب الاخطاء وتبتدي تتغلب عليها، طبعا بيبقى في ثنائيات وثلاثيات اللعيبه بتشتغل عليها مع الوقت ومع المقابلات ومع الجيم، اللعيبه بتعلى مع البطولات، اللعيبه بتعلى اكتر واكتر، فبنبتدي نصلح اسرع وبيبقى اللعيبه خلاص وقفت على ارض صلبه. زي ما حضراتكم شفتوا كانت المباراه قبل مباراه الباسكت، يعني يمكن كان في الخلفيه فريق كره السله كان مستعد لمباراه امبارح كانت مع مصر التامين وهنروح لها في اخبارنا، ولكن كانت المباراه دي قبل دي. فزي ما حضراتكم شايفين كان مباراه يعني صعبه، اتصور مباراتنا مع نادي الشمس هناك هتبقى مباراه اكثر صعوبه بالرغم ان احنا فوزنا عليهم هناك في الدور اللي قبل كده او في الدور الاول في التصفيات، ولكن في النهايات لكل مقام مقال. اتصور ان مباراه الشمس هناك هتبقى مباراه صعبه، ولكن كلنا ثقه في الكابتن يحيى يوسف المدير الفني واللاعبات ان هم ان شاء الله يقدروا يحسموها.